تحت رعاية سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، أقامت شركة بينت حفلا بمناسبة إنجازها المتمثل في ربط أكثر من نصف مليون عنوان بالفايبر في مملكة البحرين. هذا وتواصل شبكة البحرين بينت بجهود بارزة لمواكبة أحدث التقنيات المبتكرة في المجال بهدف توفير وصول الخدمات العالمية الرائدة في مجال شبكات الألياف البصرية لجميع مزودي الخدمة المرخص لهم في المملكة. في إنجاز جديد لها، احتفلت شبكة البحرين بينت بتوصيل خدماتها ل 500 ألف عنوان تجاري وصناعي وسكني في البحرين. لا شك أن هذا الإنجاز أيضا يأتي كإثبات على التزام الشركة بالخطة الوطنية الخامسة اللي قامت بإعدادها وزارة المواصلات والاتصالات، واللي تدعو الشركة إلى استيفاء هذا الاشتراط وتغطية ما لا يقل عن 86% أو 86% من هذه الألياف. مثل هذه التغطية وهذا الإنجاز لا شك أنه راح يساعد ويساهم في تطوير البنية التحتية، وراح ينعكس انعكاس إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. فهذه من ضمن استراتيجية الحكومة في توصيل المساكن والعناوين في مملكة البحرين، واحنا في ضوء ذلك نحتفل اليوم في الوصول لهذا خلينا نقول المؤشر اللي تم وضع لنا كمجلس إدارة، ونشكر جميع من ساهم الحقيقة في تحقيق هذا الإنجاز. المستخدم العصري والمجتمع البحريني المعاصر يحتاج سرعات متزايدة من الإنترنت، وزاد عدد الأجهزة الموجودة في كل بيت. لو نتصورنا عندنا جهازين وثلاثة، ولكن في الواقع في العدد الكبير من الأجهزة والأجهزة اللوحية والكمبيوترات تلفزيونات وأجهزة أخرى بدأت تتصل بالإنترنت، فالطلب قاعد يزيد على سرعات الانترنت وعلى كميه البيانات اللي تمر من خلالها. فعندنا في شركه بينت احنا نبني شبكه تقدر توفي بمتطلبات مملكه البحرين، ليس الان ولكن الى الخمس الى عشر سنوات القادمه. وياتي هذا الانجاز تماشيا مع استراتيجيه بينت الراميه لتوسيع نطاق تغطيه شبكه الفايبر على الصعيد المحلي، بما يسهم في دفع وتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في قطاع الاتصالات الوطني. وقد جاء نتاجا لجهود مشتركة جمعت بين أعضاء الإدارة التنفيذية وكافة أفراد فريق العمل في الشركة، الذين أظهروا مستوى عال من التفاني والالتزام والعمل الجماعي الجاد تنفيذا لرؤية الشركة الهادفة لخلق مجتمع مزدهر حيث الكل متصل. يعكس إنجاز شركة بينت اليوم رياداتها والتزامها الدائم بتقديم أفضل الحلول التقنية وتطوير بنية الشبكة وتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.